يحتاج إلى تغيير في منهجية السياسة العراقية. نعم. تغيير في موقف الشعب العراقي مما يجري عليه من مصائب وإيلات، وتحمل مسؤولية التصحيح. تغيير في منهجية إنشاء الجيل من أجل أن ننتج قادة. جبتها على الأنبوب. هذا الأنبوب حقيقة يكلف 28 مليار دولار. ثاني كنت تريد تغلطني تقول لي أقل، إنه بتغلطني تقول أعلى. بعد أكثر، هذا المطروح غير المطروح. نعم. تعرف هاي كلها عقود بعدين تطلع بيها إضافات وغيرها وعقبات ممكن بالطريق، أشياء كثيرة. هذا الأنبوب ينقل أكثر من 1,200,000 برميل يوميا، وبالمناسبة ما يطرح للشارع بشكل الصحيح. يعني اليوم نرى أكو تكتيم عن حقيقة هذا الأنبوب عن الشارع العراقي. نعم. أنبوب بصرة عقبة، هل هو ينتهي في العقبة أم يذهب إلى مكان آخر؟ لا، هذا الأنبوب سوف يمر في منطقة إيلات ثم إلى مصر. دقيقة أستاذ حسين، الله يخليك. هسه احنا إن شاء الله شعب عروبي أصيل، وإن شاء الله من يدعي العروبية هو عربي أصيل، بس من اللي راح يسمح بأنه أنبوب ينمد من البصرة ويوصل بمرحلة من مراحل الإيلات؟ للأسف الشديد رئاسة الوزراء الحالية والبرلمان العراقي الذي صوت على ما تم وضعه من فقرة 4.5 مليار دولار من أجل مد هذا الأنبوب من البصرة إلى حديثة في جزئه الأول. طيب هل هذه يعني من مسلمات عملية التطبيع اللي يريدون يوقعون العراق بها؟ شيء أكيد. احنا شوف أستاذ عمر، أيام الكاظمي وأيام ما كان السيد حاكم الزاملي نعم. نائب رئيس البرلمان، نعم، صدر عندنا تعديل وتوضيح لقانون تجريم التطبيع. زين. ومن ضمن هذا التعديلات بأنه أي تعاملات اقتصادية هي تعتبر جريمة في القانون العراقي. اليوم إذا إسرائيل، شوف الموضوع هو وين، احنا نبيع النفط، نعطي النفط لمصر للأردن ناقص 10 دولار، هذا مو التعاون اللي كنا نعطينهم إياه 16، لا، هذا بها يخص الأنبوب والمنشآت، وإلى مصر ناقص 18 دولار. مصر بدورها تسلم هذا الاتفاق 300,000 برميل يوميا بسعر ناقص 8 دولار تحت السوق. أنا مترهي بطران حتى بيع للعالم بطقة نازل، نفط باير بيع للعالم بطقة نازل، شنو السبب؟ يعني يثار هنا سؤال، هل هناك ضغوطات خارجية مؤثرة تلعب دور في مثل هكذا اتفاقات؟ شوف شيء أكيد، أنت اليوم أي متتبع ينظر إلى التطبيع، تطبيع دول الخليج والسودان ودول أخرى مع هذا التطبيع، حدث كيف؟ حدث ابتداء على المستوى الاقتصادي. احنا اليوم العراق دخل في لغة المحاور، وأمريكا يعني تحزم حقائبها في العراق وتنتهي من أمر جذب العراق إلى المعسكر الغربي في عالم متراطم. اليوم المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي قريب أن لا نقول يتصادما، ولكن يتواقفا بشكل جدا ضخم. يعني سنة 2030 انطلاق مبادرة الحزام الطريق ستبين كل هذه الأشياء. طيب أستاذ حسين.